الإسلام للترويج لهذا العنوان الدولة الاجتماعية الذي لاحظنا كيف تم استنساخه ونقله إلى ما يطلق عليه بالدولة الاجتماعية الآن في المغرب. يعني هذا أسطورة في الحقيقة، لأنه لما كتشوف الأوضاع لاش الدولة كتسمى اجتماعية؟ معناتها بأنه كدير واحد العدد ديال القرارات اجتماعية باش تحمي المستضعفين. هاد المستضعفين الآن في البلاد ما محميينش، إما يعني كيبين هاد الحركات الاحتجاجية إلى آخره حول غلاء المعيشة، وحتى المساطير الآن اللي مطروحة حول التغطية الاجتماعية يعني مازال ما متكملاش باش يمكن نقولوا بأنه تأسست إلى دولة عندها جانب أو برنامج، شي دولة اجتماعية، عندها برنامج اجتماعي متكامل. لا حدود ساعة هذه القضية مازال ما وصلناش ليها. اللي خاصنا هو نحققوا دولة ديمقراطية ببرامج اجتماعية، ماشي دولة اجتماعية. دولة اجتماعية وهم ومصطلح غير واضح وكيخبي عدة عناصر. لعلمك الدولة ما يسمى بالدولة الاجتماعية كان في الأساس من تأسيس أحزاب يمينية في ألمانيا وفي دول أخرى، فإذا ماشي الدولة الاجتماعية بطبيعتها ديمقراطية. الدولة الديمقراطية بطبيعتها اجتماعية، فإذا كدير واحد العدد ديال الخطوات واحد العدد ديال الإجراءات باش يمكن فعلا أنه تحقق للمجتمع كل ما يتوفر في التغطية والحماية الاجتماعية.